أكد وزير الأوقاف والإرشاد دكتور محمد بن عيضة شبيبة حرص الوزارة ولجانها في بعثة الحج اليمنية خدمة ورعاية حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة حتى ضمان عودتهم إلى ديارهم سالمين. وأوضح الوزير شبيبة خلال اللقاء الموسع الذي عقده بمكة المكرمة للجان الميدانية للبعثة اليمنية أن جهود اللجان الميدانية كللت بالنجاح في المرحلة الأولى من الموسم وتوفيق كافة حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة وفقا لما هو مقرر في خطط الوزارة. وشدد الوزير شبيبة على كافة اللجان العاملة التحلي بالمسؤولية والصبر واستشعار الإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن هذا العمل من أسمى الأعمال وأنبلها. ما سمعنا أن باص تعطل، ولا سمعنا تكدس، ولا سمعنا مشاكل، ورأينا عمل بانسيابية وبسهولة وبتيسير. الفضل لله، ثم لجهودكم، ثم لجدولتكم، ثم لنظامكم، ثم لمثابرتكم، ثم لعملكم. فنجحتم في المهمة الأولى نجاحا باهرا، أسأل من الله أن يكتب أجركم. وأنتم اليوم تستقبلون مهمة هي أصعب وأشد، وعندي فيكم كامل الثقة أنكم أهل لها وأجدر بها، وأنكم ستنجحون فيها كما نجحتم في الأولى. يستقبلكم التصعيد إلى المشاعر، وهي عملية صعبة وتحتاج إلى جهد واستنفار وتكاتف وأخوة وتطاوع ولين وتنافس، وسنرى إن شاء الله الصور الباهرة. ولن يتحدث القاصي والداني عن لجان وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والنقل وكل الجهات ذات والإعلام وكل الجهات ذات العلاقة التي تشتغل في خدمة الحجيج، لن يتحدث الناس عنكم إلا بكل إيجابية، وهم يتحدثون عنكم بكل إيجابية. والحاج اليوم وجهه مسرور، وأستمع إلى كلام طيب وإلى ثناء حسن.